كبد عموما، احنا عندنا كام مريض كبد في مصر؟ هو احنا لو هنتكلم على امراض الكبد يبقى ما ينفعش نتكلم بدون ما نبدا بفيروس سي. امراض الكبد عديده، طبعا اشهرها الاصابه بالفيروسات الكبديه. الفيروسات الكبديه الاشهر على مستوى العالم هي فيروسات بي وسي، لكن احنا مشكلتنا في مصر الاساسيه هي فيروس سي. عدد المصابين بفيروس سي على مستوى العالم حوالي 180 مليون واحد تقريبا، بنسبه تقترب من 2%. نسبه الاصابه في مصر كانت هي دايما وباستمرار الاعلى في العالم. نسبه الاصابه في مصر كانت تقدر في آخر إحصاء سكاني سنة 2008 بحوالي 14.8% من المصريين مصابين بفيروس سي. يمكن الإحصاءات الأخيرة قالت إن في انخفاض للنسبة دي، لأن الشرائح العمرية الأصغر نسب الإصابة فيها أقل بكتير. علشان كده إحنا آخر إحصاء عملناه في نهاية 2015 قال لنا إن النسبة دي انخفضت لحوالي 6.6%، يعني أقل من 7% من المصريين مصابين بفيروس سي. فيروس بي والفيروس الآخر المصيب للكبد نسبة المصريين المصابين بيه حوالي 2%. معلش ممكن أقف بس عند فيروس سي؟ لو إحنا قلنا 7% بس، 7% هل تشكل ال 12-13 مليون مريض كبد؟ لا لا لا، العدد ده مبالغ فيه خالص يا دكتور. ده في ناس بتقولك اكتر يا دكتور، ده في ناس بتقول اكتر من 12 مليون. كل واحد اكيد من حقه يقول اللي هو عايزه، بس في النهايه احنا في ريفرنس او في مرجع بنرجع ليه. احنا بنعتمد في نسب الاصابه في مصر على حاجه اسمها الدي اتش اس او الديموغرافيك هيلث سيرفي او الفحص السكاني الشامل لمصر. الفحص ده بيشمل جميع محافظات الجمهوريه، بناخد عينات من كل محافظه، ومن كل محافظه بناخد مراكز، ومن كل مركز بناخد قرى. ففي النهايه خالص العينه الكبيره جدا دي بتبقى ممثله لنسب الاصابه الشامله في مصر على مستوى جميع المناطق وجميع التوزيعات، جميع المراحل العمريه، الحضر والريف، كل حاجه بتبقى ممثله. أنا ما ينفعش أبدا أنزل أعمل فحص في منطقة مثلا من قرى الدلتا في مصر. قرى الدلتا في مصر في بعض الشرائح العمرية نسب الإصابة فيها عالية جدا. في ارتباط وثيق ما بين الإصابة بالبلهارسيا زمان، وتحديدا علاج البلهارسيا اللي كنا بنديه اللي هو حقن الترطير المقيئ، والإصابة بفيروس سي. علشان كده المصابين بفيروس سي في مصر معظمهم بيتركز في قرى دلتا مصر اللي كان فيها البلهارسيا زمان. والصعيد؟ الصعيد اقل شويه. ده انت عندك الاقصر بس، ده احنا عندنا مشاهد كريم بيتصل بينا تقريبا كل يوم في صباح دريم بيقول لنا انه مركز زي مركز اسنا في الاقصر ده مليان باصابات بفيروس سي. اكيد هو شايف كده والعدد فعلا كبير، بس احنا لو بنتحدث عن نسب الاصابه فمحافظات الدلتا هي الاعلى طبعا. الشرقيه وكفر الشيخ والغربيه والدقهليه. وده يمكن كان واضح جدا احنا لما عملنا مشروع اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، اطلقنا موقع الكتروني علشان المرضى يسجلوا نفسهم على الموقع. لغايه دلوقتي مسجل على الموقع حوالي 1,300,000 مريض، فاحنا عندنا التوزيع الجغرافي للعدد اللي سجل. وبالتالي محافظات الدلتا يعني بما لا يقارن طبعا هي الاكثر. الدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ هي الاعلى، يليها بقيه محافظات الدلتا، دمياط، كل محافظات الدلتا تقريبا بتاخد. يبقى الدلتا رقم واحد طبعا في معدلات الاصابه. بالظبط. بعدها الصعيد عموما وخصوصا شمال الصعيد، بعدها جنوب الصعيد، واخيرا المحافظات الحدوديه الصحراويه. ليه شمال الصعيد مثلا اكتر من جنوب الصعيد؟ برضو ما نقدرش نحكم، بس احنا بنتكلم على الارقام اللي عندنا. وبعد الصعيد المحافظات الحدوديه اقل كتير جدا فعلا. طبعا. لان مفيش هناك نيل، فبالتالي ما فيش بالهرسيا، فبالتالي برضو ما فيش علاج للبلهارسيا تاخد هناك. يعني سبحان الله، النيل ده اللي هو المفروض هبه، يعني ده هبه الحياه للمصريين، فالنهارده هو ليه علاقه بشكل رئيسي الحقيقه باصابات المصريين بالبلهارسيا، وبالتالي فيما بعد التطور الى فيروس سي. يعني الى